ولا واحد فينا حب يشوف خوه ولا اخته ولا واحد من عيلته يعاني، ولا واحد فينا حب يشوف انسان عزيز عليه في فراش المرض وهو مغلوب على امره. طفل براء، وان لم تجمعنا الاسره الواحده فاننا تجمعنا معه كل مشاعر الانسانيه والخير والاحسان اللي لازم تكون في اي واحد فينا اتجاه عائلته. الطفل يعاني في صمت المرض يعرقل حياته وحياه اسرته. الطفل في عمر الظهور يجد نفسه بعيدا عن حلو الحياة وبعيدا عن تحقيق أحلامه المشروعة في الدراسة كبقية الأطفال. المرض في عينيه أذاقه مر الحياة، لكن أكسبه في نفس الوقت حب وتعاطف الناس. معا لنعيد النور لعين براء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحبابنا أصدقائنا في كل مكان. اكثر الخير جميع واحد عاون الطفل البراء، واليوم هم جو خوتنا وخياتنا، ربي يحفظهم وجزاهم الله كل الخير باش يعاونونا الطفل البراء، وإن شاء الله يكونوا جو خير علينا. والحمد لله كما يقولوا يعني اليوم هنا ملايمين للطفل البراء 684 مليون. اكثر خير الناس اللي عاونوه، ويكثر خير الناس اللي بارطاجيو له، ويكثر خير الناس اللي دعاو له. ربي يحفظكم. وخوتي انا عندي شهرين ولا ثلاثة شهور راني عايش مع العائله الكريمه هذه. الطفل المسكين راه عايش في معاناه، بالخصوص ماليه، باباه عنده عامين ولا ما خدمش، نهار كامل هو قاعد مع وليده، في اي لحظه يديه للسبيطار. وكاين لي كريز هذوك كيما داه الاردن تنحاو له، واليوم خوتي هم عبدو ولا ولو. والبارح هبطنا للخطاريه انا وسامير، عيطوا له في الدار قالوا له يا ودي وليدك هم قبضوه لي كريز، ودوك راهم يقبضوا خوتي بالصلاه. والطفيل هذا لازم نعاونوه في اقرب وقت، وجزاكم الله كل خير. باسكو الطفيل هذا مسكين راه النهار اللي يروح كما يقولوا ماشي في صالح تاعو، ماشي في صالح تاع ماليه. يماه راهي عايشه في دار ماليها مع خياتها باش يقدروا يعاونوها بالطفيل. وهذه الدار اللي رانا فيها هذه دار عائلة سامير، مسكين نهار كامل هو قاعد وحده، ويما تبارا عايشة في عرقوب باش خياتها يعاونوها بالطفل. وإن شاء الله كيما يقولوا زيدوا الجو وتشوفوا الطفيل هذا مسكين. الطلعة هذيك اللي يطلعوا فيها بالك واحد زوج كيلومتر في طريق بيست، راهم عايشين في معاناة. والطفيل هذا وزاد كبر لهم ولاو سامير ويماه ما يقدروش يلفتوه. ويماه ديجا كنت نترفد براء بزاف، ديجا هي راح قالوا لها دي اوبيراسيون، قلنا ان شاء الله كي نجمعوا المبلغ للطفيل هذا نزيدوا ندوها الداوي. وبارك الله فيكم وبارك الله في المحسنين وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم خوتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. خوتي جمعية سعى للخير مكتب بلدية بوزكزاق الدارة، أنا راني معطف البراء هذا من نهار بدينا نطمولو في الدراهم حوالي مدة شهرين هكذاك، رانا وصلنا المبلغ 700 مليون غير 16 مليون. نطلب من جميع المحسنين يكملوا لنا المبلغ في اقرب وقت، باسكو الطفل هذا الحاله تاعو راهي تزيد، راهي كل ما نزيدوا نخسروا الوقت كل ما تزيد الحاله تاعو تدهور. البارح كان لاباس به شويه، كان نقولوا في حاله معوق برك، دوكا ولا زاد بدا يولي له الصرع وراه عنده ثانيتك اللازم ضيق التنفس. خوتي في أسرع وقت ماذا بكم؟ اللي يقدر على 50,000 يصدق، اللي يقدر على 100,000 يصدق، واللي يقدر أكثر يصدق، ومدى بينا حتى اللي يقدر يمد لنا المبلغ كامل يبعثوا، هذه ماذا بينا هذه ثاني ديك. وكما يقولوا ناس الجزائر معروفين بالرجولة تاعهم وفحولة، معروفين ورانا نستناو منكم الخير كما كانوا أهل الخير مقبل، وبهم اللي لا يمنا 700 مليون. حنا كما يقولوا حنا ماشي حنا رانا نجمعوا المبلغ، بابا الطفل اللي يجمع المبلغ، حنا عبارة عن ناس سخرنا ربي باش نوصلوا الميساج هذا لجميع
انحاء الوطن. وكاين خاوتنا اللي في الغربه يعطيهم الصحه اللي يساعدوه ثانيتك، نحيوهم على كل حال ونحيو ثانيتك اللي راهم يعاونوا فينا هنا يساعدونا، بيسك احنا كاين جيش من مورانا راه يعاون فينا ويساعد فينا، كيقولوا يساعدنا احنا معناتها يساعد طفل براء، احنا رانا وسيله لطفل براء. خوتي كاين كونت سي سي بي واحد هو كونت تاع طفل تاع بابات طفل براء سمير، سمير هو الكونت الوحيد سي سي بي خوتي اللي يحب يعاون يعاون غير في الكونت هذاك. من بعد الصحفي يكتبوا لكم الكونت هذاك. يعطيكم الصحه وربي يجازيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي. براء قميري طفل وليدي في عمره 6 سنوات، كي كان في عمره 7 اشهر مرض بوحمرون، دخل المستشفى لمده 4 ايام بعد براء. بعد ما برا ولا يمشي عادي كي الناس، كي هو كي الناس، بعد مدة 3 سنوات ولا يمشي ويطيح. الفداه ديناه المستشفى في الجزائر العاصمه في بارني، داروا له لي زاناليز، نحاولوا الماء من ظهره والدم، داوه لفرنسا، خرجوا لنا بمرض بوحمرون، داروا له شلل دماغي في مخه، بدا ولا ما يمشي ما يهدر ما ياكل غير راقد، ما ياكل بويون، ما يقدر حاشاكم يوسخ عادي، كلش باراليزي. انا نطالبوا في الناس الخير والمحسنين يعاونونا في الطفيل هذا بالشيء اللي قدرتوا خاوتي الله يرحم والديكم، نطالبوا فيكم باش ندوه لالمانيا، طلبوا لنا مبلغ 1.2 مليار سنتيم بالدينار الجزائري. خاوتي برحم على والديكم، صدق على والديكم، صدق على اهليكم، عاونونا في الطفيل هذا بالشيء اللي قدرتوا ويرحم والديكم. عندنا طلب